دلوقتي هنعمل وصفتنا التانية للنهاردة. وصفتنا التانية للنهاردة علشان نعملها عايزين الآتي: تقريبا كيلو من دبابيس الفراخ، خليني أولع على كده النار، عايزين كيلو تقريبا من دبابيس الفراخ، عايزين ربع كوباية من العسل، تلت كوباية من الماسترد، عايزين معلقة صغيرة توم بودرة، عايزين مكعب مرق، وعايزين يعني تقريبا 50 جرام زبدة، يعني نص اصبع كده تقريبا، وعايزين كوباية وربع كده من الكريمة علشان خاطر نعمل الكريمة بتاعتنا، وعايزين ملح وفلفل وشوية بقدونس فقط. اول حاجة هنعملها عايزين نحط شوية زيت علشان خاطر الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش، وعايزين ناخد نص كمية الزبدة، هاخد نص الكمية بهي، تمام كده، فكده اخدنا نص الكمية مع الزيت. يعني وصفة كده نكهتها غريبة ولذيذة في نفس الوقت، ممتاز. ناخد بقى دبابيس الفراخ بتاعتنا، طبعا دبابيس الفراخ دي مغسولة كويس جدا، دلوقتي احنا الفراخ بتاعتنا بقى لها ربع ساعة على النار واستوت واتحمرت وبقت ممتازة وبتطرطش. هناخدها بقى نطلعها نحطها في طبق، خلينا نطلعها بدا اسهل، شايفين مستوية وبقت متحمرة واخر جمال. هناخد بقيه الزبده اللي عندنا، بقيه الزبده اللي عندنا اهي، هنحطها هنا، ما حطيتش خالص لسه اي توابل زي ما انتم شايفين. نحط بقى دلوقتي كل الحاجات اللي عندنا، عندنا الماسترد، طبعا لو في ديجون ماسترد بتبقى احلى، لو مفيش عادي بنستعمل الماسترد العادية، عندنا العسل، طبعا بدل في عسل نسبة الملح اللي بنعوزها في الوصفة بتبقى اكتر شوية، لان طبعا العسل طعمه حلو حلاوة يعني. وعندنا هنا الكريمة بتاعتنا ومكعب المرق، هحط الكريمة، وهنحط بودرة الثوم، وهنحط مكعب المرق كده. الصوص بتاعتنا كمان جهزت، المتحمرة اللذيذة جدا بتاعتنا هنا. هنديها بس كده يعني تقلبتين، احنا كله مستوي عندنا. نحط بقى دلوقتي، انا مش هحط ولا يعني ممكن ما احتاجش احط ملح، ممكن احط سنتوفه بس، لان حتى مش هحط انا الصراحه، هدوق الصوص دلوقتي واشوف اذا محتاجه شويه ملح ولا لا. نحط الفلفل، الصوص طعمها حلو قوي يا جماعه بجد، يعني ما خدتش حاجه خالص الصوص، بس طعمها لذيذ ومختلف.